في الانطلاقة أبو ناصر انطلاقة مميزة ما شاء الله، كان انطلاقة مثالية، جناح قوي، هذا الطير خطير يا أبو علي، خطير، بس قام يرتفع خطير. هذا الارتفاع أجزاء من الثانية تكثر، لكن ما أعتقد بيأثر عليه، لأنه على طول تدارك الوضع ورجع ما شاء الله تبارك الرحمن 18 و9 و90 هذا التيم اللي قبله. نسمع هذا الونان، هذا الجرس، نوضح أيضا للمشاهدين أن هذا الصوت إذا سمعتوه أنه في طير كسر التيم، كسر التيم. الحين كل ما ينكسر التيم راح تسمعون هذا الونان، هذا الجرس، بعد يعطي دافع، يعطي حماس للمشاركين يا أبو ناصر. أكيد، يمكن بعض الناس ما يشوف التيم أو التيم الشاشة تكون بعيد عنه أو يكون يسولف في أحد، فمن يسمع الصوت هذا يلتفت على الشاشة يعرف أن هذا الطير كسر تيم الطير اللي قبله الأول، فهذا يعتبر الأول إلى حد الآن.